حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيامها نسابق الطير ونجاري ونطير آمنا بتغيير شباب حقق أحلامه. مساء الخير مشاهدينا الكرام أينما كنتم في كافة ربوع ومدن ليبيا الحبيب، أرحب بكم في حلقة اليوم من حياة أحلى. أمل البلاد على رقي شبابها، إذ كان حيا لا تخاف زوالا، ولكن كيف إذا ارتبط الشباب بثقافة بلاد أخرى وأصبحت هذه الثقافة واقعا يعيشه متخليا عن كل القيم والعادات. عن موضوع حلقة اليوم وهو الثقافة الغربية وانعكاسها عن الشباب المكمل للحلقة الماضية، ولكن اليوم راح نسلط الضوء أكثر على الشباب. معي ضيوف عدة في موضوع حلقة اليوم، استديوهاتنا في موجودين في استديو على المباشر أستاذ ساسي موسى وهو اختصاصي تعديل السلوك، أيضا عبر الهاتف الأستاذة منى الشيباني وهي مؤسسة واكتمل نورها، أيضا عبر الهاتف كذلك الأستاذة مبروكة البسيكري وهي اختصاصية اجتماعية. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مجددا، وارحب بضيفي معي هنا في الاستوديو الأستاذ ساسي موسى. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك وبارك الله فيك على الحلقة وعلى الموضوع المهم صراحة. نعم نورتنا أكيد. بنورك. نتكلم اليوم على الثقافة الغربية وانعكاسها السلبي والإيجابي أيضا على الشباب. لو نتحدث عن أبرز طرق وصول هذه الثقافات الغربية ودورها في ترسيخ هذه الثقافات لدى الشباب. كويس. كما نتكلم عن الثقافة الغربية المفروض نشيروا حتى الثقافات الغير غربية، يعني في سواء كانت الأقصى الشرقية أو الثقافات الأفريقية أو ثقافات أمريكا الجنوبية، يعني عدة ثقافات بصراحة أصبحت في منظور عام للثقافات في تنوع متاعها في انتجازها. حكاية الوصول للشباب أصبح العالم كله أصبح قرية واحدة، أصبح بيت واحد، أصبح منطقة واحدة، التواصل أصبح يعني أسرع من التواصل القديم إحنا نقوله فيها، يعني أصبحت الإذاعات، شبكة الإنترنت، التواصل بالهواتف، التواصل بكل بعدة الوسائل، أصبح في تواصل كبير جدا جدا، وأصبح في مجز بالثقافات. يعني كم نتكلم يعني بصراحة سواء كان في اللبس، في الشكل، في الهيئة، في التصرفات، يعني أصبحوا شباب ماشيين كلهم في نفس التيار ومنتجين نفس التيار. احنا نقول زي ما نسلطوا نتكلم عن الثقافة الغربية، نتيجة الغربية تسوق في أشياء للشباب أو تهيئ لهم في تهيئات أو تطفين في أفكار أو تلميعات معينة. نعم. بحيث يحدو حدوها اللي هو الشباب يحاولوا ان هم يمشوا للثقافة الغربية، يعتقدوا ان هي الثقافة الأولى، ان هي الثقافة المطلعة، ان هي الثقافة المتقدمة، ويعتقدوا الشباب ان هي الأهم في كل الثقافات. لكن اللي صار في السنوات الأخيرة أصبحت في ثقافات ثانية حتى هي تجاري الثقافة الغربية، زي الثقافة في آسيا الصغرى، في مثلا في تركيا، منطقة الأناضول، في رومانيا بدأت تفرض حتى هي في شخصيتها الثقافة اللي هي الإيرانية، الثقافة الشرق آسيا زي الصين، اليابان ومناطق أخرى، وأمريكا الجنوبية الثقافة الأسبق. يعني كما نتكلم في عدة ثقافات بدأت تفرض في 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 المورد نتاعها أو في شكل نتاعها أو في هيئتها أو في شخصيتها على الثقافة اللي هي نسميها الثقافة الغربية. يعني أبرز طرق وصول هذه الثقافات؟ أبرز طرق الوصول زي ما قلت لك بكري، يعني عن طريق الإنترنت، عن طريق الأفلام، عن طريق المسلسلات، عن طريق البرامج، أكثر شيء عن طريق الأفلام اللي تصور للثقافة الغربية، إن في ملاذ معين، إن في موضوع معين، إن في فكرة معينة، وفي برامج معينة نقول فيها، أو إن هي تعطي في خيال للشاب اللي هو لازم يتقمص اللي هي الثقافة هذه أو الأفكار هذه. هو أكبر موصل للأفلام، الأغاني بصفة عامة هي أكبر موصل للثقافة الغربية. إذا الإعلام بشكل عام هو المحرك الرئيسي أكيد لإرسال مثل هذه الثقافات لدى الشباب. أكيد. بقى معي أستاذ ساسي، أنتقل للمشاهدين الكرام الآن مباشرة عبر الهاتف الأستاذة منى الشيباني وهي مؤسسة واكتمل نورها. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. نعم أهلا وسهلا بك أستاذة منى. خلينا نتكلموا على الثقافات الغربية وتأثيرها على الشباب، هل ممكن نقول اليوم أن هذه الثقافة أو نتكلموا على الجانب السلبي فقط، ولكن هل في جانب إيجابي أيضا ممكن نتكلم عليه في هذه الحلقة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. طبعا لكل شيء يدخل، طب احنا باعتبار مثلا نتكلم عليه العينة أو الشريحة اللي نتكلم عليها وهي شريحة المجتمع مسلم محافظ. المجتمع يفترض أن تكون له ثقافة خاصة به وليدة الخصائص المكونة للمجتمع هذا، وهي أول شيء خلفية الإسلامية وطبيعة الشعوب وطبيعة المنطقة وغيرها. لكن حينما تدخل ثقافتك
تمثيلة على هذه الشعوب. سواء زي ما تكلم الدكتور ساسي باعتبار ان استاذ ساسي باعتبار ان الارض راحت قرية واحدة وغيرها. يجب يفترض يعني هذا الذي يفترض نتكلم عن الواقع لاحقا. يفترض حينما تدخل ثقافة غريبة ان يتم فحصها فما يتناسب معنا او يؤدي الى تغيير حالنا من حالنا الوضع يعني الوضع الحالي الى الاحسن منه يتم قبولها. اما الذي يجرنا الى وضع أسوأ منه فيتم رفضه. داهي ما هي المعايير التي على اساسها يتم القبول وما هي المعايير التي على اساسها يتم الرفض؟ نعم. طبعا احنا نجو نرجع هذا كله اللي احنا ثقافتنا الخاصه بنا. طبعا احنا باعتبار ان مسلمين قال دكتور مصطفى السباعي ان احنا وهو متخصص يعني في دراسه الثقافات والمراه والتغريب وغيرها. نعم. قال الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله عليه ان اربع خصائص تتميز بها الثقافه الاسلاميه او ثقافه الحضاره الاسلاميه. اول حاجه قائمه لوحدانيه الله. يعني اي شيء يتخصص او يتعلق بانكار هذه الوحدانيه يجب ان يرفض. ثاني حاجه قال ان الحضاره الاسلاميه تقوم عليه النزعه الانسانيه ويعني تقوم على الاخوه الانسانيه. اي شيء يؤدي الى ظلم الانسان لاخيه يجب ان يرفض. ثم قال الثالثه انا مبنيه على الاخلاق، فاي شيء ينافي الاخلاق يجب ان يرفض، واي شيء يتماشى مع الاخلاق يقبل. ثم قال ان الحضاره الاسلاميه تهتم او تقوم على العلم. فنحن حينما ناتي وندرس اي شيء يعني يرد الينا لابد ان نقيسه بالمعايير الاربعه او حسب ما يضع العلماء المتخصصين في هذا الموضوع. فبالتالي اي شيء يخدم العلم نقبله ويكون متوافقا مع باقي هذه العناصر وهي وحدانيه الله. لان نرى نحن الان يعني مثلا مدارس في العلم مدارس ملحده تحاول ان تثبت نظريات تثبت وجود لا اله مثلا، وهذا منتشر الان بالذات يعني اصبح ظاهره الالحاد يعني ظاهره عجيبه جدا بالذات في الشعوب المسلمه. نعم. هذا نتيجه الانفتاح والقبول بدون معايير. يعني حتى الانسان نحن الانسان العاقل حينما يعني توضع له مائده يقبل منها ما ينفعه ولا ياكل مثلا سم موضوع على الطاوله لان بالطبيعي سيضره ويموت. وهكذا حال الثقافات يعني وحال قبول العقول لاي شيء يرد اليها. نعم. تفضلي بالبقاء معنا استاذه منى. رح نرجع مع الاستاذ ساسي. استاذه منى قالت ان مثل ما ليه جانب سلبي ليه جانب ايجابي، ولكن وفقا لحدود معينه يختار الشخص الثقافه اللي هي ممكن تنفع مش الضره تنفع في علمه مثلا. هي اشارت شيء مهم جدا جدا، هو المحرك الاصلي في اي ثقافه في العالم العادات والتقاليد والدين، خاصه الدين يحط معايير وحدود معينه بحيث حد ما فيش حد يتجاوز الاشياء او يتحداها. الشيء اللي اشرت لي استاذه منى شيء مهم جدا جدا، حسب ما ذكرت النظريه اللي ذكرها الدكتور طبعا بارك الله فيها. النظريه هذه النظريه الاسلاميه هي يعني بصراحه الانسان ما يكونش مستبصر بالاشياء اللي ممكن تدخل لها بصراحه، او السميات اللي تدخل لها في حكايه اللي هي الثقافات اللي ممكن تبتسم نتاعها بطريقه تشبيهيه وطريقه نوعا ما، بحيث ان هي ممكن تخطف الانظار نتاع الشباب اللي ممكن يتجروا الاشياء هذه وما يفهموش شنو المشاكل نتاعها. اذا الشيء ممكن يقدم هو الشيء مثلا تقليدي. اكيد. اي تجي رساله مقنعه لدى الشاب بحيث باش تاثر فيه اكثر. ملمعه بصراحه ظهرت الالحاد اللي كانت الاستاذه ونزيد ناكد لها عندنا حتى في ليبيا للاسف الشديد في بعض من الشباب اصطيدي او اصطادوهم في القصه هذه. وخلي عاد الجماعات تنادي بالمثليه الجنسيه، وخلي عاد الناس تنادي بالحريه المراه دون الحدود الاسلاميه، وخلي عاد الناس اللي تنادي بعده اشياء كنا نتكلم عليها كلها يعني بصراحه اشياء مخزيه بصراحه تسبب عده مشاكل تهين كرامه الانسان بدرجه اولى. هم ممكن يسوقوا في اشياء الناس ما تعرفش المشاكل تاعها في المستقبل. مثلا المجتمع لما يستقبل كاين من الثقافه ما يلقاش مثلا فيها مضاد لهالشيء اللي خاش المجتمع هذا، او مثلا ما فيش شيء قابله او شيء حاربه تتفشى في المجتمع يلقى في ارضيه سامحه ان هي تتفشى في المجتمع بالكامل. او نضرب لك مثال في عده امثله يعني بصراحه عده امثله. نتعالى في ليبيا مثلا قبل 30 او 35 سنه ما كانش عندنا امراه تسوق، وكانت عندنا لا كيف تسوق كيف كذا، تو كلهم يسوقوا. زمان كان في الحوش او في الشارع كان في تليفون واحد، او في الحوش تليفون واحد، يعني غير بنت ترد التليفون ما فيش بنت ترد التليفون، عيب كيف ترد التليفون لازم يرد البو يا الام يا الخو. تو كل واحد عنده تليفون، كل واحد عنده ثلاث شفرات ثلاث اربع تليفونات، وخلي عاد النت يعني في ثقافه في عده ثقافات كان نبوا نشيروا الموضوع. صح. حكايه اللبس حكايه الكلام انواع هذه الثقافات اللي انت بتشير لها استاذ ساسي اللي فعلا ممكن هي تغير من افكار الشباب ومفاهيمهم ايضا. طبعا كم نتكلم عن انواع في عده انواع
ممكن تكون ثقافه مثلا نتفهم يعني مباشره مشبعه ثقافه. كيف تكون هذه مباشره؟ تكون مباشره يعني تحد شاب وجها لوجه تحد تحكي مع القضيه نتاعها توصل لنقاط معينه وتستهدف بشكل مباشر. وفي اللي غير مباشره تحيط على الناس حيطان احنا نقولها من بعيد زي دراسه جدوى باش تعرف كيف تصطاد وكيف لام فيها باش تستقصد في صيد نتاعها. اخطر شيء اللي هي الثقافات اللي نسموها الثقافات السياسيه والثقافات الدينيه خاصه الدينيه اللي تخش طبعا في العالم الاسلامي بصفه عامه تحاول ان هي تقلل من شان الدين، تحاول ممكن تخلق جماعات في الدين نفسها، تحاول باش تخلق نعرات وزي ما نقولوا فيها صراعات فصل المجتمع من من مثلا من دين واحد او من اصل واحد، وهذا ما صار عندنا في ليبيا للاسف الشديد. حتى الثقافات الاخرى الثقافات الانحرافيه بصفه عامه اللي تنادي بال زي ما قلت لحضرتك بالمثليه الجنسيه والعياذ بالله هو اللواط والسحاق واي شيء زي هذه، ممكن ثقافه تعاطي المخدرات، الجرائم، ارتكاب الفواحش، النصب، يعني في عده انواع كانوا نتكلموا. اللي هو اخطر شيء زي ما قلت لحضرتك بكري اللي هو اكثر شيء الموجه للافلام والمسلسلات هي اكثر شيء تبت، وهذا ممكن الغير مباشر زي الدعايات مثلا البرامج يسموه غير مباشر. اكيد تكون غير مباشره لكن الافلام والمسلسلات تكون مباشره 100%. تو في بعض من دول العالم ينادوا بالانجاب قبل الجواز، هذا موضوع خطير جدا جدا. تلقى عائله كامله متفرجه على مسلسل تركي ومسلسل ارجنتيني ومسلسل هندي ومسلسل مش عارف مين بالضبط نتاعها. حتى البرامج المقلده الموجود منها نسخه عربيه اكيد، لكن هي اساسها غربيه يعني والمدبلجه. تو السنه هذه مديرين دعايه على مسلسل مدبلج تركي باللهجه الليبيه، تونس دار 30-40 مسلسل، مصر، المغرب، يعني شيء غريب جدا. باش يقنعوهم لازم تندار الثقافه هذه ولازم يندار الاسلوب هذا، وباش يقنعوهم اكثر انه هو هذا الصح وهذا من الطبيعي انه مفترض يندار، مفروض يعني يندار. وديما يقارنوا فيه نوع من التطور انه هو انك ما تديرش كي انت راك قديم متخلف واش لافطي او متخلف. هذا الموضوع الخطير بصراحه. لو كان في اشياء مضاده واشياء تعطي حقائق حقيقيه بخصوص القناع هذا اللي مزيف اللي يبتوا فيه للشباب، هذا راهي موضوع خطير. نعم. يعني معلش نقول لك كلمه، يعني بصراحه من مده شهرين فاتوا امراه جابت معها بنتها عمرها 20 سنه، انجبت طفل غير شرعي. لما سالت البنت قالت لي لا موضوع عادي هذا في الافلام والمسلسلات يجيروا في علاقات ويجيوا في اطار غير شرعيين وما فيش مشكله انها تسجل باسمي. ويبين ان الحياه جميله ومقتنعين بالشيء هذا، يعني ما في شيء مشكله، هذا المفروض يندار. قلت لي جبتيني بالموضوع هذا، قلت لها شوف المسلسلات والافلام تنادي بالموضوع، يعني موضوع خطير. الام نفس القصه يعني تناقش معي تحسها كانها مقتنعه مع كلام بنتها وهذا صح، ودي حريتها الشخصيه ودي حريه. يعني بصراحه في عده اشياء بتخدش حتى الراي العام بصراحه، وخاصه الناس تضيع، الناس تضيع عده اشياء بصراحه. حتى في بعض الثقافات اللي تبت في بعض المسلسلات والافلام مثلا سيطره الامراه على المنزل بان هي الاول والاخير والرجل ما ليش اي دور، وانت تعرف في التركيبه الكونيه من الرجل له مكانته والامراه له مكانته. ما تقولش مثلا ان شاء الله غير ناس يقول ساسي مثلا لازم في النساء، لا، هذا الرجل له مكانه والامراه لها مكانها فعلا في كل شيء، ليه حقوقه وليه واجبات، مجملين الامراه في سلطه وهي كذا والرجل ماليش سلطه. نعم. في عده مسلسلات والبرامج تنادي هالشيء هو. طيب. نفس القصه في بعض الافلام والمسلسلات ينادوا بان الابناء هم المفروض يكونوا مسيطرين والاب البوم لهم مش اي دور. طيب. يعني عده اشياء وعده سموم تبت صراحه يعني. ابقى معي استاذ ساسي موسى، انتقل عبر الهاتف مباشره مشاهدينا الكرام الى استاذه منى الشيباني. استاذه منى، استاذ ساسي تكلم على انواع هذه الثقافات اللي فعلا تغير من افكار الشباب، ما هي اسوء او اكبر هذه الانواع؟ هي حقيقه الواحد يحار يعني ان يعني يعرف اي اكثرها يعني تاثير، لان الكل ممكن ياثر بطريقه خاصه. هي الان ارى والله اعلم ان الثقافات المنحرفه والتي يعني اشتهر باسمها غربيه اصبحت الان لا تحارب فقط تحت الدين بل تحارب الفطره. نعم. يعني تحارب الفطرة بحيث أن الإنسان ينسلخ من فطرته ويضاد هذه الفطرة والتي هي يعني يتشابه فيها جميع الأطفال الذين يعني لا تفرقهم مثلا لا دين ولا شيء، الأطفال غير مكلفين يعني. فقصة أن محاربة الفطرة هذا شيء يعني خطير، أن مثلا زي المثلية التي يسمونها مثلية والتي انتشرت وأصبح متعارف عليها دوليا، هذه كلها ضد الفطرة. مثل الآن في حتى ألعاب الأطفال أصبحت انتشار التوحش، يعني أن القتل والسفك دماء وأن يقتل ابن أباه، وهذا أصبح شيء مألوف. حتى أن الأطفال يلعبون هذه الألعاب بكل برود، يعني لا يتحرك لهم أي شعور. نعم. لأنهم يريدوا أن يقتلوا فطرة أن هذا الشيء مضاد لطبيعتنا. ثم التي يعني تستهدف الشريعة، لأن الإنسان إذا شرخت فطرته لم يعد يعرف الحق من الباطل ولا الصواب أو غيرها. نعم. وكذلك التي تحارب العقيدة
والتي تحارب الفكر، يعني في مرتبة واحدة. فهذه هذه الثقافات التي تحارب العقيدة وتحارب الفكر تسلخ الإنسان، يعني يصبح مجرد آلة يحركه ثقافات الآخرين عبر الإعلام أو عبر يعني مرحلة التغريب. يعني مرت بمرحلة بداية من التبشير الذي انتشر خلال الاستعمار، ثم المستشرقين، ثم الآن أصبح في المسلسلات والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب. والآن كل زر يعني تضغطه ترى ما يغري الأطفال والشباب لأجل أن يتلقفوا هذه الثقافة. طيب نعم أستاذ منى، الأستاذ تحدث عن هناك التأثير المباشر والغير مباشر، أيضا المباشر يكون على بشكل مباشر مع الشاب، والغير مباشر يكون على هيئة برامج ودعايات عبر التلفزيون أو عبر الإعلام. أيهما أكثر تأثيرا لدى الشاب اليوم، هل المباشر أو الغير مباشر؟ لهما تأثير، لكن أرى ربما الذي غير مباشر. المباشر يكون واضح، يعني أنت تعرض علي ثقافة غير واضحة، لكن الغير مباشر الآن بدأت يعني، وهذا أحذر منه، تلبس بالدين باسم الدين يعني. حتى الآن بعض ما تسأل بعض الفتيات يعني مثلا باعتبار ما أراه وما أشاهده، مثلا حينما تحدثهم عن مسلسل معين، مسلسل معين يبث ثقافة يعني ضد الفطرة، مثلا 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 يا أستاذ مثلا شيء كبير جدا في ديننا وهو زنا المحارم، يعني مسلسلات بدأت تبث هذا الموضوع. فتقول لك لا، المسلسل يصلون يقرؤون القرآن، يعني الآن باسم الدين. أو حتى تقول لك الممثلين أستاذ أمونة، الممثلين اللي معاهم من فئة الرجال يقول لك إخوة في المسلسل. فأصبح هذه المسرحية حينما تبث بحسب ثقافتنا نحن، يعني حتى أشار الأستاذ لأن المسلسل ترجم باللهجة الليبية، يعني إحنا اللهجة الليبية معناها شيء مضمون وحاجة باسمه وكذا، فنقبلها أكثر من لو كانت بصورة ثانية. فالغير مباشر صعب يميزها إلا الإنسان الراسخ في العلم والمثقف ثقافة حقيقية ويعني لديه مبادئ، لكن المباشرة يعني يعرفها جميع الناس مباشرة أن هذا شيء صح أو خطأ، مع أن كلا الأمرين خطيرين، لكن الغير مباشر يعني كمن يدس السم في العهد. نعم. طيب ابقي معي أستاذة منى، نحن نرجع لك بالتأكيد لأن العودة مع أستاذ ساسي. أستاذ ساسي، خلينا نتكلم معك على المخدرات ودور الثقافة الغربية في وصولها للشباب اليوم. كويس، أنت حطيت الصبع على الجرح. أعتقد أنت أشرت لها ولكن مش بالتفصيل. أكيد طبعاً راح نتكلم بالتفصيل معك. موضوع المخدرات موضوع خطير جداً. والخمور نفس القصة. أنت تعرف المسلسلات الأمريكانية بصفة عامة والإنجليزية والأجنبية كمان نتكلم عليها بالتفصيل، كما يكونش البطل متاع الفيلم إنه واخذ مخدرات أو ضارب بيبرة هيروين أو كوكايين، ما يكونش البطل متاع الفيلم. وحتى اللي مثلا يخش في صراعات مثلا بسرعة سيارات أو بيقتل أو بجرائم أو حتى مثلا تحديه من الوحوش المتواجدين والمخلوقات الغريبة، لازم تلقى فيها قصة المخدرات وقصة الخمور. حتى في المسلسلات العربية للأسف الشديد، حتى في المسلسلات التركية يوضحوا لما شخص تلقى مشكلة أنه أحباط مشي طول يشرب ويشرب الخمر أو يتعاطى مخدرات أو يدخن أقل شيء الدخان. زمان كانت في فترة السبعينات كان في دعاية كبيرة على التدخين، يعني وصلت بين درجة حتى في رسوم تحريك أنا بتاعت الباباي وزيدونة كمان تكلموا ونكر رسوم تحريكات كانوا يدخنوا حتى في رسوم تحريك وراهم كيف يدخنوا في الرسوم بتاع الكرتون بصفة عامة. يبينوا ثقافة الدخان، الأفلام القديمة تلقى سبسي الغيض يدخنوا فيه، وكان مش يذكروا الاسم طبعا والدعاية للشركة حزة هذه، حتى ودعاية للتدخين. نفس القصة موضوع المخدرات، هذا رأي موضوع خطير جدا جدا، خاصة في الأفلام الإباحية الجنسية والعياذ بالله اللي يوضحوا في صورتهم السيئة أنما ياخذ مخدر نوع معين يعطي متعة جنسية لفترة زمنية أطول، يعطي قوة، يعطي كذا، هذا موضوع خطير. حتى الكحول دائما يبينوا أن الشخص بعد على مشاكله وعالمه جميل جدا لما بعد بكل أنواعها. أنا تفاجأت في الكلمة هذه من طبيب، تفاجأت طبيب باحث في موضوع المخدرات جاي دير معنا تقريبا بخصوص المخدرات، أشرت على الخمور وده الخمور أصلا من المخدرات، قال لي لا الخمور تعتبر مشروبات روحانية، قلت منين جبتها؟ قال لي كنت قريب برا، يقول روحانيات، كيف روحانيات؟ منين جاتك روحانيات؟ قال لك لا على الأقل تعطي صفة للروح، نقل للروح، قلت لك تعلمت برا أنت كيف؟ قلت له معقولة؟ قلت له احنا عندنا يعني أسوأ ناس تعالجهم الإدمان من طاعات، يعني واحد من الناس اشتغلت في الإدمان في فترة لا بأس بها بصراحة، اللي هم مدمنين الخمر ومتعاطين الخمر أسوأ من مدمن الحشيش ومن مدمن الهروين أسوأ، يعني في العلاج ده خاصة كيف يخش في تسمم دماغي الحين يسموه فيه كما نتكلموا على هالموضوع هذا. فلهذا نشر ثقافة تعاطي المخدرات والخمور راهي موجودة. أنت معلش سامحني في الكلمة هذه، وزعت في ليبيا سيديات نتاع ألعاب نتاع أطفال ألعاب الكمبيوتر فيها مخدرات. نعم. يعطوك عدة خيارات، تاخذ مخدر نتاع الحشيش تنقز صورة ولا هكذا شميترو، مخدر الهروين تنقز صورة وهكذا. وزعت السيديات هذه
في جمعيه انا الاسم تاعها والله نسيتها، كان نفكر تو نذكر الاسم تاعهم بارك الله فيهم، مشوا المحلات مشوا الامور لقطوا حوالي اكثر من 12000 سي دي موجود في البيوت. معقوله بوين الاهل عيل صغير 4 5 سنين يلعب لي في لعبه زي هذه لازم ياخذ جرعه تاع كوكايين جو جرعه هروين او جرعه حشيش باش يتخطى صور معين او جسر معين بكيف البوين دور نتاعه؟ هذا باش بيكون لك موضه باش ياخذ لك هروين ويجي لك في الطريق ولا ياخذ لك كوكايين يسبب لك حوادث يسبب لك قتل. ثقافه نشر المخدرات حتى من ضمن الثقافات اللي تبت فيها عدة جهات وخاصة طبعا اللي لهم دور كبير في الموضوع هذا للأسف الشديد اليهود والنصارى طبعا في نشر الثقافات هذه. نعم. حتى تدمير المجتمع العربي خاصة الإسلامي بدرجة أولى. تعرف شنو صاير أنت؟ احنا حتى كنتكلموا في ليبيا احنا ثقافة الخمور والمخدرات منتشرة بين الشباب بشكل غريب عجيب يعني. أي هو أكثر شيء يستهدف أعتقد الشباب بشكل مباشر والمخدرات. أكيد أنهم عاد اليد العاملة في أي شعب وفي أي دولة. فعلا. ابقى معي استاذ ساسي. انتقل مشاهدينا الكرام عبر الهاتف الى الاستاذه منى. استاذه منى تكلمنا مع الاستاذ ساسي على المخدرات ودور الثقافه الغربيه في وصولها للشباب، نتكلم معك على العلاقات المحرمه او العلاقات الغير شرعيه والدور اللي لعبته الثقافه الغربيه في انتشارها في مجتمعاتنا سواء كان عبر المسلسلات او البرامج او حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. هي يعني حتى يعني يخدع العقول لا تسمى يعني لا تسمى هذه العلاقة بأسماء مثل ما جاءت مثلا في شريعتنا أو في عرفنا، ولكن تسمى مثلا باسم لطيف حتى يعني يقبلها الإنسان ويشعر أنه عصري حينما يمارس مثلا هذا الفعل الشنيع. فمثلا ما أن الخمر يسمونه مشروب روحي يعني حتى الإنسان حينما يشربه أو حينما يود أن يمارس هذا الفعل يشعر برقي. كذلك العلاقات يعني سميت مثلا بالبوي فريند وسميت بالصديق وهكذا يعني. فألبست يعني لباس وردي ورأى يعني أروا عقول الشباب أن من يقوم بهذا الأمر هو يعني سيصل إلى سعادة روحية لا يمكن أن يصلها أي إنسان. فسبحان الله وهذا الموضوع يعني صراحة خطير. أصبح شني حينما يعني تجلس الفتاة مثلا أو الأم، للأسف الآن الأم تجلس مع بناتها على المسلسل ويقضون الساعات على بطل وبطلة هم في الحقيقة يعني يمارسون هذا الفعل الشنيع الذي هو يعتبر من الكبائر. يعني يشاهدونه لساعات، ثم حينما يعني تسألين الأم يعني ألا تخافين على عقل هذه الفتاة من أن ينغرس فيها يعني ثقافة البوي فريند والخروجات والدخولات وغيرها؟ فقالت لا، أريدها أن تتعلم. يعني ماذا تتعلم؟ ستتعلم هذا الشيء على أنه أمر إيجابي. هل هي تتعلم هذا الأمر مثلا من كتب السنة ونهي النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف للصحابة وكيف نهاهم عن فعل هذا الأمر وكيف يعني دلهم توجيه يعني صحيح تربوي لتوجيه عواطفهم في مراحل عمرية مثلا زي مرحلة المراهقة أو الشباب التي تكون فيها العاطفة يعني مشتعلة اشتعال حقيقي، كيف يواجهونها؟ أم تعلمهم من خلال مدرسة المسلسلات يعني والمجموعات على الفيسبوك؟ يعني الآن الأسئلة التي تسأل مثلا كم عندك صديق ومن أمتى أو شنت أو اللقاء، ويبدأ الفتيات يعني يتبارزن من اللي تعليقها أحسن ومن اللي تكتب كلام. ويعني للأسف الموضوع يعني قد يعني يأخذ الإنسان أنه يتكلم عن بعض الألفاظ وكذا، لأن الموضوع خطير جدا بالذات في المجتمعات التي يعني مجتمعنا حين وأما يعتبر منغلق. الأشياء التي تحصل في الخفاء لا يعلم عنها مثلا المرشد التربوي ولا الداعية ولا إلا إذا مثلا دخل في أعماق الشباب وحاول أن ينزل مستواهم حتى يعرف حجم الكارثة التي ستحصل. للأسف يعني الآن حتى ممكن يعني ترى فتاة عادية جدا جدا ولكن هي من وراء أهلها لديها مثلا تليفون ولا من ضمن التليفون حتى الحساب على الفيسبوك أو غيرها وتكلم عشرات من الشباب ويظهر عليها هذا الأمر شيء. فلذلك الثقافة هذه طرقت كل البيوت يعني غصبا قهرا عن كل من يريد أو من لا يريد، لكن إلا إذا حفنا أو هذا الشاب أو هذه الفتاة بثقافة رصينة حتى يمنعه. يعني أنا ضد أنك أنت مثلا تأخذ منها النقال، هي ستجد طريقة أخرى. أي. لكن إذا حصنت هذا العقل وهذا القلب بحصانة حقيقية فعلا سنمنعها أو سنحميها من هذا الأمر. نعم. نشكرك أستاذة منى الشيباني على وجودك معنا اليوم، عضوة في مؤسسة واكتمل نورها. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، حنطلع معكم لفاصل بعد الفاصل لازلنا في هذا الموضوع عن الثقافة الغربية وانعكاسها على الشباب. راح تنضم لنا الأستاذة مبروكة البساكري وهي اختصاصية اجتماعية، راح نتكلم معها أكثر حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. فاصل قصير وبعد نواصل بإذن الله تعالى.
حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. ضعف الشخصية، الاعتماد على الآخرين في أداء الواجبات، انخفاض مستوى الثقة، تقبل الإحباط، ارتفاع نسبة الحساسية للنقد، كلها مظاهر سلبية مرضية ناتجة عن إفراط الوالدين في تدليل الطفل والقيام بمسؤولياته والتدخل في كل شؤونه وعدم إعطائه فرصة الاستقلالية في بناء شخصيته. وقد أوضحت الدراسات النفسية أن الاعتمادية والخوف من الاستقلال في سن الرشد يتناسب طرديا مع الاعتمادية في سن الطفولة، ومن المسلم به أن اعتماد الطفل على غيره يقل تدريجيا كلما جاوز الطفل مرحلة الطفولة، ولكن إذا كانت هذه الاعتمادية ثابتة مع كبر سن الطفل فإن هذا ينذر بكارثة ويهدد بخطر كبير. فعلى الوالدين مراعاة الأساليب التربوية اللازمة لضمان استقلال شخصية أبنائهم، ومنها احترام قراراتهم وإنفاذها إن كانت صحيحة ولا تسبب لهم ضررا، وعدم إلغائها أو إهمالها ومناقشتها مع بيان سلبياتها إن كانت خاطئة. فالطفل يجب أن يشعر أن رأيه ذو قيمة، وانفراد الوالدين بالقرار واستخدام أسلوب التوجيه المباشر دائما يدمر شخصية الطفل. منحهم مساحة من الحرية في الاختيار بما يتناسب مع أعمارهم كاختيار الملابس والطعام والألعاب، وتعويدهم على تحمل تبعات اختياراتهم، تشجيعهم وتحفيزهم على إنجاز الأعمال بصورة متكاملة تتناسب مع قدراتهم وأعمارهم، تشجيعهم على التعبير والاستماع إليهم وإظهار الاهتمام بما يقولون. فاحترام الطفل واحترام آرائه مهما كانت بسيطة أو ضيقة الأفق سيجعل منه إنسانا يتمتع بالثقة وقادرا على طرح رأيه بشجاعة دون خوف من انتقاد الآخرين. السماح لهم بالمشاركة في تخطيط مستقبل الأسرة خاصة في الأمور التي يهتمون بها، تعليمهم كيفية التعامل مع النجاح والفشل، وأن الحياة فيها الربح والخسارة، وأن الإخفاق والتعثر لا ينبغي أن يكون نهاية المطاف. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، من بعد هذا الفاصل ارحب بكل من انضم لنا الان في المشاهده والمتابعه ايضا. رحبوا بالاستاذ ساسي من جديد، اهلا وسهلا بك. بارك الله فيك. نعم استاذ ساسي، خلينا نتكلم معك على الان المجتمع الليبي ربما يعاني من شرخ مجتمعي وخاصه بين الشباب وبين ابائهم، يعني اصبح في فجوه كبيره بين الشباب وابائهم بسبب الثقافه الغربيه اللي انتشرت خلال هذه الفتره. كويس. المشكلة في المجتمع الليبي كما نتكلم عن الموضوع هذا كان له ايد كبيرة الأنظمة اللي فاتت على المجتمع الليبي. الدور الأكبر كان على وزارة التعليم، للأسف الشديد وزارة التعليم ما حطتش مادة تعني أو تدرس الثقافة الليبية واحترام الثقافة هذه وأصول نتاعها وقيمتها الحقيقية بالضبط. أنت حتى كنت تقرأ في كتب التاريخ ممنوع نتكلم على تاريخ الدولة العثمانية والفاطمية ونتكلم على عدة، ما تكلمش على الثقافة الليبية والهوية الليبية الحقيقية. الموضوع الثاني مشكلتنا فيها في التربية الليبية، أصبح في المدة الأخيرة زي ما قلت أنت حضرتك في تداخل مع عدة الثقافات. تعال لبسنا، تعال حتى اليوم يكتبوا في الاستوديو الزوز لابسين جاكات ما شاء الله قلدوا في الأجانب، يعني ما جيناش لبس ليبي ولا بجرود والحزات هذه، كان نتكلم يعني كان ندوة يعني. تعال حتى في أفراحنا في مناسبات نتاعنا، شو اللي يضل الوحيد اللي مسيطر في الأفراح هو قاعد يكرش البنزين الكسكسي، يا أخي البنزين قرض يعني لو قاعد هو الكسكسي قاعد شاد روحه شوية وقاعد نتكلم على زي الليبي هو كان بنتكلموا على الماكلة، حتى زي الليبي نفس القصة. تجي الأفراح بصفة عامة المناسبات تجي تشوف اللباس عند الرجال حتى في الأعياد معظم اللباس نتاعهم قريب اللباس الخليجي، قريب اللباس الهندي، لباس التركي قريب، حتى الفرملة الزغيفة نتاعها بتركية والزغيفة الأنظولية خشت موديلات جديدة ممكن أيوة. شوهت زي الليبي. تجي للنساء بصفة عامة في الأفراح لبس الهندي حتى هم ولبس التركي ولبس كذا كما تكلموا الاسباني ولبس الفرنسي كله مع شكل الهويه ذاك الردوات واللبس الليبي ما عادش فيه نفس القصه يعتبر قديم صارت عليها تغيرات اكيد يعني. حتى الفراشيش بحك كذا يقول لك لا هذه الناس كذا وديما ينظر الفراشيه تلبس فيها مره اللي تطلب وتساس اكثر من هي المراه الليبيه كما نتكلموا. نفس القصه حتى من ناحيه المعاملات العادات التقاليد
تو طلع في ليبيا موضة شنو المدارس الأجنبية اللي في ليبيا أو الحضانات الأجنبية، ما تعرفش الأصدر نتاعها شنو برنامجها المدارس هي الأجنبية أو الحضانات هي شنو برنامجها، شنو النوع من السموم تبتي، حتى المدارس الدينية كانوا يتكلموا ما تعرفش، لأن خضعت تحت رقابة دولة أو موسسة تبع الدولة لازم تقول حاجة اعتبارية، تعرف شنو برامجهم بالضبط، شنو النوع السموم اللي تبت فيهم. أنا من فات مشيت مدرسة مش نذكر الاسم باهي، يقرا النظام الكندي، لما خشيت لداخل شيء حشم، استغربت قلت معقولة شنو القصة كيف يعني، يعني شيء غريب عجيب، هذاك الوشم اللي في اليدين ولاد والبنات، وهذاك اللبس لوكسي، وهذاك الشعر شنو شكله، يعني موضوع خطير بصراحة، وهذاك الضحكة كذا، يعني في عدة أشياء مش غير النظام كذا، عدة مدارس شفناهم، موضوع رأي خطير جدا، بي وين ولي الأمر وين البوه بقى غير بنفخفخ ونقيم راسي فوق، أنا ولدي حافظ لغة إنجليزية ما تعرفش نوع الثقافة اللي عطاها لك، يوم غضك في طول عليك أو يبات لك برا أو بنتك وسمح الله تحمل غير شرعي أو ولدك جيب لك إيدز أو مخدرات تقول أني قرأتها في حسن المدارس، أنت ما انتبهتش الثقافة اللي عطوا فيها شن السم اللي بتوا فيه للأسف الشديد. نفس القصة نحن ما نحاسبوش بقى في بعضنا، ما نحاسبوش في ولدنا في لبسه، تعال الحلاقه للشباب 70-80% القزح اللي منتشر انتشار كبير جدا جدا بين الشباب، يعني شيء غريب عجيب، النظاره اللي كبر النظاره بايش الاشارات اللي تعطي فيها انت، هي شو الميول اللي تعطي فيه بالضبط، هل في شبكات تخدم الموضوع هذا؟ هل في مواضيع معينه المفروض لازم تنتبه لها؟ بكيف شنو القصه يعني لبس لبس الخواتم في الصبع هذا والصبع هذا، في اشارات معينه، تقليد لنوع معين، تقليد ثقافه معينه، في سميه تبت. وعلى هذه الاسباب اليوم يقول لك ممكن الشاب ما نتفقوش احنا وابائنا بقدر الاتفاق نتيجه لاختلاف مثلا الاب بحلاقه معينه، الشاب يرفض هذه الحلاقه، ايضا حتى في الملابس، في طريقه الكلام كذلك أكيد. حتى في استعمال بعض المصطلحات. كويس، نقطة مهمة قلتها، علاش أصبح في تباعد فكري، تباعد ثقافي وتربوي بين الأهل وبين الشباب؟ ممكن إن هم لما كانوا صغيرين حايطين بهم أمهم وأبوهم، غير يكبر شوية ماذا به أبوه يقري في مدرسة يكون دوامها طويل ما يعرفش برنامجها، أو ماذا به ولده شافه يمشي وما يسألش عليه، يتحجج البو إنه ما هوش فاضي. يعني المشكلة زي ما قلت لك الكارثة الأكبر جونا حتى في المستشفى، إحنا غاديك بحكم شغل الإيدز والمخدرات ومشاكل نفسية وسلوكية كان بنتكلموا بتفصيل ممل، حتى يجي البو، البو قاعد برا قاعد مستعجل ماذا بيك معاه أنت لابس، بيطلع قامز معاه، نقول كلمة ما عادش قدرت ما عادش إنك ما تقامزش معاه، ما تجادلش أنت وياه، ما تهدرتش معاه، بعد بعد المسافات ما توصلش معاه، بدا في بعد مسافات، في يجيك أمه وأبوه يقعدوا يبكوا، ولدي ما عرفش ما عرفش شنو صار، كيف بدا بتشيل فجأة، إن ليك سنين أنت ما قامزش أنت وياه، ما تحاورتش معاه. طيب أستاذ الشركة رحبوا بالأستاذة مبروكة البساكري موجودة معنا عبر الهاتف، أستاذة مبروكة البساكري وهي اختصاصية اجتماعية، أهلا وسهلا بك أستاذة مبروكة. السلام عليكم وأهلا بك أستاذ مهيمن وأهلا بك أستاذ تاسي، ومرحبا بكل فريق العمل معكم ومساءكم سعيد يا رب. نعم أهلا وسهلا بك. أستاذة مبروكة، أكثر الثقافات الغربية اللي بدأت تظهر خصوصا في الآونة الأخيرة هي ظاهرة عقوق الوالدين وأخذهم لدار المسنين بدلا من رعايتهم داخل المنزل. كيف تعلق على النقطة هذه تحديدا؟ هي ممكن نحن نعولوا أن عوامل التكنولوجيا والعولمة اللي سيطرت علينا هي أخذت مع الشباب منحنيات ثلاثة، يعني نحن عندنا شباب أصبح تحصل على أعلى مستوى من التعليم وأعلى مستوى من الحصول على البحث العلمي وعلى حصول من الإمكانيات المادية، فأصبح عنده وقته كله مشغول بهذه العولمة وهذه التكنولوجيا، وأهمل جانب خاص اللي هو نحن نلجو فيه في الفئة الثانية اللي هي الفئة اللي هي عايشة بالإمكانيات الوطنية واللي تعامل بوسط مجتمعنا داخل مجتمعنا بإمكانياتها البسيطة والمحدودة. فالناس اللي هم طبعا يعني نلاحظ أنهم هم تطوروا في التعليم واستقلوا بحريتهم براءهم عن أسرهم عن حتى عن أسرتهم اللي نحن نقول الأسرة اللي هي نحن نعتبره فيها الأسرة الممتدة أصبحت متفرقة، أصبحت أسر بسيطة تشكل، فأصبحت مسؤولية الأب والأم بدت عندهم حمل ثقيل خاصة في كبار السن. يعني أنا نشوف في أسر توا ظروفها المادية كويسة جدا وعندهم كل شيء، وتلقاهم قاعدين حيرين من يقعد مع أبوهم مع من يقعد مع أمهم، وحتى يبهدلوا فيهم انه يديروا لهم اسبوع اسبوع مثلا يجيبوا الام اسبوع هنا اسبوع عند ولدها الاخر اسبوع عند بنتها، يعني هذا يعتبر نوع من العقوق من الذل الوالدين اللي قدموه لك واعطوك، ولا يعدي يجيب لها مثلا يجيب لها خادمه يجي يبحث يقول لك انا جاني تو طلبات نبغوا خادمه تقعد مع الام، وانت عندك بنات، الام عندها بنات وعندها اولاد، يعني معقوله انت هذه امك اللي جنة تحت قدميها
واللي رباتك وعناتك في الأخير بك السيدها الخادمة الله أعلى كيف تعملها. نعم. فهم كلهم انشغالهم بالمظاهر اللي هي خشت عليهم الحديثة، انشغالهم بالسفر وانشغالهم بالمهمات الخارجية والمظاهر اللي نحن سوى أصبحت سائدة عندنا، مظاهر المظاهر يعني نقولها تعتبر دخيلة على مجتمعنا. يعدوا للمقاهي، يعدوا سهرات، يعدوا غير، يسيبوا الأسرة، يسيبوا الوالدين بروحهم، يبوا حد يجيد معهم. يعني أنا شفت في الأيام الماضية والله مأساة، أسرة يعني فيها نساء متعلمات وغيرها يدور من يجي جمز مع أمهن بيشطل عنهن في العشية. يعني هذه الأم اللي أنا ممكن تفتح لي كل الأبواب برضاها عني، ويلجؤوا إن هم يعد يحطوهم في دار المسلمين، ودار المسلمين الله أعلم شنو الممارسات اللي تصير فيها، شنو أمانة الناس اللي قاعدين فيها. فهذه حقيقة يعني أصبحت ظاهرة إحنا نتمنى ونقضوا عليها بديننا وباهتمامنا بأسرنا وبتوعية شبابنا بزرع الثقافة إن هذا الوالد والوالدة حق عليه. نعم. يعني مستغر في أبنائنا، ولكن للأسف من ينبه هذا؟ ولو نحن نشوف الحياة كما تدين تدان، يعني الأب اللي هو سيب أبوه في البداية أيانا بيتعلموا منه، تكرر العملية يعني. نعم. طيب بقي معي أستاذ مبروكة، احنا رجعوا لك خلال هذه الحلقة. نرجع مع الأستاذ ساسي. أستاذ مبروكة نوهت لنقطة جدا مهمة، قالت اليوم الأم بدت تفضل أن هي تتخلى مع تقعد مع واحدة جنسية من دولة أفريقية أو دولة آسيوية، وممكن ينشغل الشاب بمشاغل الحياة بعمله أو السفريات خارج البلاد، وما تعرفش ممكن كيف تعاملها يعني المرأة هذه، وخصوصا إذا كانت يعني الأم عاجزة أو مريضة ما تقدرش تبوح أو ما تقدرش تتكلم من ما تعاني من هالمرأة هذه. صحيح. طبعا الكلام قلت السلام مبروك، ونوجه لها التحية وإن شاء الله رمضانها مبروك إن شاء الله وعلى أمة محمد إن شاء الله. الموضوع طبعا موضوع خطير جدا بصراحة. هم يشوفوا في التلفزيون في الأفلام إنه والله مفروض البو الأم كيف يكبروا يدمع شيهم قيمة، يمشوا دار العزة قيمتهم غاديكا، يلقوا قرناء متاحهم وتواصلوا معهم. هذا حتى موضوع خطير، وعدة مسلسلات برامج تنادي بالشيء هذا. الأخطر من هيك الأم في الأصل في الموضوع، هو إحنا كنجونجو الأصل بعلاش الطفل أو الشاب لما كبر عاق أمه وأبوه حطهم في الدور الرعاية بصفة عامة، هل هي تكون أم ثلاجة؟ إحنا نصفها في نفس الأم الثلاجة، يعني ما فيش حنان حقيقي أعطتها لابنها، لم يرضع عامين كاملات، لم يحضن كويس، ما عملش معاملة طيبة الطفل هذا، ما هم ما كانوش عندهم حرص أن تلتم العائلة وقت الغداء والعشاء والفطور، مما سبب انشقاقات في الموجودة في الأسرة. ما إحنا بنعاني في انشقاق الأسرة من نوع تاني، فصل الأسر تلقى أسرة قائمة فيها الأم والبولد والبنات، إنك فقت العشاء والغداء ما تلاقوش، كل واحد صنيته بروحه، كل واحد ماكلته بروحه، غدا بروحه، عشاء بروحه. سمحوا للشاب إنه يجي الحوش زي الفندق يطلع وقت الغداء وقت الماكلة والشراب. البنت نفس القصة، تجي الحوش ما فيش تواصل مع الشاب. أيوة. البنت تجي الحوش تخش دهر سكرها بالمفتاح يقرايتها يا النت، ما فيش تواصل، أصبح في تواصل ضعيف. حتى الحوش اللي فيه 7-8 تلفزيونات، تلفزيون وصل الحوش في المربوعة، ووصل بهم درجة حتى في رمضان دارين تلفزيون فصل المطبخ، ما زال الحمام ودار الدروس. سمحني في الكلمة هذه دائما نقولها في كل محاضرة نكرر فيها. فعلا. طيب علاش هذا التفكك بين الشباب وبين أسرته؟ يعني خصوصا الشباب ممكن بنظر للتأثير بالثقافة الغربية أكيد. تلقى أنه هو يفضل في أصدقائه على أسرته أكيد. يفضل في الجلوس مع أصدقائه يحكي لهم أسرارهم ويحكي أسراره ومشاكله مع أصدقائه بدلا من أسرته. كويس، سؤال مهم. لأن ما لقاش الجليس الحقيقي لي في الحوش، ما لقاش الام والبولي قاعد زي هدرز امويهم ومحافظين على القميص قدسيه في سفره الغداء والعشاء والفطور. شاهي العالم انقرض للاسف الشديد. زمان كان معنا اخصائي اجتماعي الله يرحمه، لما دارت الماجستير نتاع على شاهي العالم ضحكوا عليه الناس، قال له يجيكم يوم لما تنقض شاهي العالم تشوفوا كيف الناس ما عادش توصل بعضها. صح. تلقى الشاب مستعجل به انه يمشي للمقهى اكثر من يمشي لحوش امه ولا حوش عمه ولا حوش خاله. حتى انت ما تقعد تقمد المغرب ولا تقمد المدفع تلقاهم طول جار مدارين طوابير على النسكافيه وعلى المكياط ومدارين زحمه. انت برا للجامع سبحان الله ماشي تجري طول، وخلي الطوابير على المحلات اللي يبيعوا في النفه ويبيعوا في الدخان، خلي شيء يعني هم الاهل سامحني في كلامي ما كونوش زي ما نقولوا فيها احنا حلقه حقيقيه او جسر حقيقي ان هم يحافظوا على لمتهم في الحوش. به وكيف يقامزوا مع بعضهم وكيف تلاقوا مع بعضهم. الام فرحت
ما تبيش تكسير دماغ المو نفس القصة غير ذاك من القرايه بداخلهم في النادي مش هو حبا في النادي ولا حبا مش قرايه في كذا باش يفتك منهم الدوشة نتاعهم نفس القصة كأنك تحسس ولدك ما عندكش قيمة أنت ناطر من الحوار ومن التواصل بمن بيتواصل مع القرآن بتاع يد انتماء القرآن أكثر من الأهل المو والأم في الحوش اللي منعوه حتى ممكن بخصوص هذا الموضوع يعني ممكن ما تقعش المسؤولية على الأسرة أحيانا حتى في الثقافة الغربية اللي تكلمنا عليها الموجودة في المسلسلات الأجنبية وفي في الافلام مبينين في الفيلم او مسلسل مبينين ان الشاب اللي يقعد مع اسرته هو شاب ماهوش ما عندهش شخصيه ماهوش معتمد على نفسه صحيح. في العكس اللي انفصل على اسرته هو اللي يكون مستقبله وعنده شخصيه هذه الاشياء مباشره هذه الاشياء نقصها غير مباشره مش بطريقه مباشره انك انت منفصل على عائلتك برا سافر برا وسافر برا تدير فلوس فكك مالك دير مع مالك مع مالك لا ما في شيء لازم تنتبه له ويبين لك العكس يعني مع مالي هو كان الفقير هو كان عنده شيء ما عنده شيء ويعاني في عكس لما تخلى مع مالي تغيرت حياته اي ويعاني في امه ويعاني في ابوه ما هذه الاشياء اللي تصير احنا عندنا نزوج مع صغارنا طيب علاش نصححهمش المفاهيم الخاطئه ممكن نشوفها في التلفزيون صح. انت يقولك لا والله ندير التلفزيون في المربع الاولاد باش ياخذوا راحتهم والبنات التلفزيون بروحهم في الدار باش ياخذوا راحتهم لا كيف نقمز معاهم ونفهم ابقى معي استاذ ساس انتقلوا عبر الهاتف للاستاذه مبروكه استاذه مبروكه حملات عشان الان خاصه على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل التواصل الاجتماعي اللي تحث عن العزوف عن الزواج للشباب وان الحياه العزوبيه هي افضل واجمل كيف تعلق على هذه النقطه تحديدا هم هنا يدعوا الشباب ان هم انت عندك اكثر حريه لما بتتزوج انت بتكون اكثر التزام انت عندك اسره بتتبعها نعم بتقيد حريتك لازم لكن لما انت بتكون حر وطليق ومش لازم تتجوز بدري وخليك وعيش حياتك وامشي وحلل كل شيء هذا كلها يعني تداعيات هي اصلا النتيجه للعولمه الغلط اللي احنا دخلناها لبيوتنا. احنا لو زرعنا زي ما قال الاستاذ ساسي من البدايه احنا حتى في اوقات الاوقات بتاع بيتنا ما عادش عندنا فتره القيلوله ما عادش عندنا فتره ما بعد العشاء وقريه العيله واللمه يوم الجمعه أيه. اصبح الناس يفقدوها يعني توا برنامج زي ما نحكي لك ان لما تلتم العيله بعد الغد على العاله زي ما نقولوا وهذه تربينا عليها كلنا وزرعناها في عيالنا اصبحت كلهم يحبوها يبحثوا عنها ولكن لما انت تخرجها نهائي من بيتك اكيد مش حتقدر تلم عيالك مش حتخليهم يفهموا ما هي معنى الحياه الزوجيه وش معنى البيت وش معنى انك انت تكون احنا قاعدين في محظور خطير جدا هذا هو الناس اللي هم قاعدوا فاهمين الزواج غير مجرد انه يدير فرح ويطلع ويتدهور ويمشي نعم والنساء انه هو اساس تكوين بذره ومجتمع، النساء انه هو بيكون اساس لمجتمع بيربي فيها ابناء ما عندهاش الاساسيات في الزواج، يعني نحن دائما ننبه على دورات المقبلين على الزواج شن هذا الزواج وشن المردوده كيف انت بتكون فيه وشن واجباتك وشن واجبات الزوجه معك يعني هذه كلهم غائبه عندنا داخل اسرنا، نحن قعدنا نعيش غير متكالبين على المال يعني الناس يصبحوا تو يطلع من الصبح ما يروحش الا سته العشيه ولا خمسه لبيتها، حتى الحلوله راحت من حياتها، الحلوله هذه حلوه لما انت تدير في بيتك وبعدها تنوض تدير انت وعويلتك وتجمع زي الاسره مع بعضها وتناقش امورها، الجلسه نتاعنا نتاع المساء هذه راحت هي يعني نحن ابتعدنا كثير واصبح فعلا الابناء فاقدين الحوار مع اسرهم وبعدين لما تجي يكبر الشاب يكبروا هلا ما عندهاش ارتباط لابوه ولا بامه، لما ما كانوش يقعدوا معاه، ما كانوش يحكوا معاه، ما كانش في حلقه اتصال او وصل بينه وبينهم، ما فيش تحاور، فهو خلاص هو خذا حياته الخاصه عشان يمنع حتى تكوين اسره ولا يفتح بيت ولا غيره، لكن انا هيك حر طليق نمشي من بنديره لنديره ونصرف على روحي وماشي اموري، ما فكرتش حتى بالالتزام الاسري، نحن في اسر اصبح حتى التعاضد بين الخوت مفقود. طيب احنا زمان نعرفوا الخوت لما يتعاضوا مع بعضهم هذا يصب يساعد من جهه وهذا يساعد في حاجه ثانيه، لكن هي اصبحت ما قلت لك لما ظهر العولمه اخذناها بالغلط واخذت ثلاث منحنيات عند الشباب زي ما قلت لك انا في شباب توصل الى كل شيء واصبح طموحه انه يعيش في العالم الخارجي يمشي يتواصل مع الغرب ويدير تواصل اجتماعي وتواصل زوجي وتعاملي مع الغرب ومجموعه اصبحت اللي هي قاعده داخل البلاد في امكانياتها الوطنيه تسعى من الفضائيات من خلال الانترنت توصل لكن ما وصلتش للمعلومه اللي هي تديها واللي هي تحافظ على موروثها الثقافي طيب. المجتمعنا. الفئه الثالثه اللي هي اسمح لي استاذ
الفئة الثالثة اللي هم الناس اللي هم ما عندهمش مستوى عالي من التعليم وأصبحوا عرضة للمخدرات والتقليد الأعمى ويقلد لك هذا ويقلد لك الأمة أو قعد زي الإنسان التائه، وهذوما اللي أصبحوا خشوا في مهب الجرائم والانحرافات وغيره وأصبحوا عندنا مشكلة يعني نعاني منها في مجتمعنا. نعم طيب ابقي معي. الواقع الديني أيضا داخل الأسرة حتى هو له دور كبير. ابقي معي يا أستاذ مبروكة. نعم. نحن نرجع لك بكل تأكيد لأن عودة مع أستاذ ساسي. أستاذ مروكة أشارت لنقاط جدا مهمة، قالت غياب الحوار بين الأسرة والشاب وهذا اللي خلى فجوة كبيرة وخلى العلاقة سيئة تكون بين الشاب وأسرته، غياب أيضا حتى القدوة اللي مفترض تكون الأب والأم داخل منزل المفروض يكون قدوة لأبنائهم، في حين أن كان غابت هذه القدوة قد ممكن يتعلقوا بقدوات أخرى زائفة كلاعبي كرة القدم أو الفنانين يعني أو المغنيين بشكل عام. كيف ممكن نتعامل مع هذه الحالات؟ كويس، هو أهم شيء السلوك بصراحة، السلوك متاع الإنسان بصفة عامة لما يكونش فيه توجيه حقيقي لهالسلوك هذا والانتباه ليه تصبح في مشكلة، لأن السلوك أكثر شيء يكتسب اكتساب من تصرفات ناس أخرى مغيرين ليه هو الشخص هو، لما يكونش فيه زي ما نقول فإحنا قدوة زي ما قلت حضرتك زي ما أشارت لسادم بركة بارك الله فيها، لما تكونش فيه حاجة واضحة باهي مقنعة ليه الشخص هو اللي تربى في وسط المربع هذا ولا في الدائرة هذه أو في الأسرة هذه يضطر أن هو يضطر يأخذ سلوكات أخرى باش يلقى فيها نفسه ويلقى فيها الشخصية متاعها. الاقتداء زي ما قلت لحضرتك أنت بيلعبين الكرة أو ممثلين أو كذا، هذا هم يعتبروهم من أقرب ناس ليهم لأنه أكثر شيء يشاهد فيه قدامه، فهمت، أكثر شيء جالس ليه بصراحة وجالس ليك وحيكون مؤثر ليك، تحس في نوع من الانتماءات. أنت كنت تفقد لحلقة الجليس الحقيقي الحي مفروض البو الأم مفروض يقد الدقاميس زي ما قلت نطاط الفطور الغداء والعشاء ودقاميس العشاء ودقاميس الليل مع بعضهم، هذا حتفقد لك عدة أشياء، حيصبح الولاء متاعهم للقرناء ولا متاعهم الناس اللي تفرج عليهم في التلفزيون. نعم. لأن هم اللي يقولوا الملاب متاعهم، هم اللي يخاطبوا فيهم بصراحة، هم اللي يلاقين معاهم الأريحية. أنت في الحوش وقت ما سامحني في الكلمة هذه تلقى الأم الزوز يشتغلوا يروحوا مثلا ساعتين اثنين الظهر وخلي زحمة الطريق ما وصلوا الحوش ثلاثة الأربعة، تلقاهم غداهم يجيب ساعة خمسة ويأفأفوا وثلث أربعة الغداء يشيخدوا فيه برا جاهز من المقاهي من المطاعم. صح ولا مو صح؟ أكيد. المفروض وصل فترة العشية وخلي عاد الناس توا خاصة حكاية الصيلة ناقصة وحاجة هذي، البو يمشي لخدمة ثانية نفس القصة ويروح لك ساعة 12 في الليل، بأي أنت بيبي قاعد مزلك أنت بيبي ينصح لك. إحنا معظم الحريفين سامحني في الكلمة هذه وخاصة نشوف مشكلة المخدرات، في اللي قال لك عمره ما قال لي أبوي نود صلي ونرفعني معاه للجامع أو أمها قالت نود صلي ونوريك كيف نصلوا. نعم. أو بري معاي مثلا في زيارة اجتماعية نعلمك كيف الاحترام الأدب الزيارة وحاجة هذي، بيبي متعلم المهارات هي. طيب. لقى الملاذ الكبير أصحابها وصاحباتهم والناس فرجلهم في التلفزيون. طيب ابقى معي أستاذ ساسي، انتقل عبر الهاتف لأستاذ مبروكة. أستاذ مبروكة يعني علاش ممكن يتأثر الشباب بهذه الثقافات الغربية تاركا كل ما حوله؟ هو يتأثر لأن هذا الموجود أمامه، هذه فضاءات تبث سمومها أو إيجابياتها، هو هذه اللي موجود جنبه يشوف هو اللي قاعد عايش فيه في المجتمع. الناس كلها لاهية بإنترنت، الناس كلها لاهية بتفرج على مسلسلات تركية أو مكسيكية أو غيرها أو أجنبية مثلا، ما فيش حاجة أمامه، الكتاب غائب عندنا في مجتمعنا، التوعية قاعدهم إلا ما رحم ربي. نوادي حتى هي دورها أصلح ما هوش هذاك الدور الأساسي اللي هو ممكن يستقطب الشباب، وما فيش معنا جلسات حوارية للشباب للمهم. بعدين غياب العمل، فرص العمل، يعني نحن نعرف أن العالم المتطور تو أصبح لما يقرأ الشاب ويعطوه فرصة للعمل بش يكون من نفسه ويحس باستقلاليته وذاته، لكن نحن وين؟ حتى الخريج أصبح يتخرج مسكين على مستوى ودرجات عالية ولكن لا يوجد الوظيفة، فرص العمل مفقودة، سوق العمل ما فيش يعني، فهذا اللي موجود أمامه ما عندش مجال آخر يمشي فيه. طيب. يعني جبت في متابعة الأهل والأسرة ومرات دور المدرسة يكون مبشر حتى هو تمام، يكون المعلمين يعني يحاولوا يهتموا بالشباب ويلمهم ويجمعهم يديروا برامج مثلا ملتقيات وغيرها، لكن هذا كله ناقص عندنا في مجتمعنا. نعم. شكرا لك استاذ مبروك البساكري، نورتينا اكيد في حلقه اليوم ونشكرك على مشاركتك معنا استاذ مبروك البساكري وهي اختصاصيه اجتماعيه. اما الان مشاهدينا الكرام رح نختم مع الاستاذ ساسي. استاذ ساسي، كيف يستطيع الاباء ترسيخ الثقافه اللي بها في ابنه الشاب اللي هي الثقافه الايجابيه اللي ممكن يستفيد منها الشاب في حياته العلميه والعمليه ايضا؟ كويس، في دقيقه بالله عليك. في دقيقه علمهم هي ما ينفعش اني اقول لك ما مفوت الفايت والعش البيت يقولوا فيها ناس الاولى. اهم شيء نربي الطفل، لما نربي الطفل الحب الثقافة وحب الانتباه
او حب للانتماه، عفوا حب الانتماه يعني البلد نفسها، سواء بالزي بالاكل بالشرب بالاسلوب بالتعامل، خاصه في التربيه حتى الدينيه المعتدله اللي هي اللي مش عليها ناسنا وجدة نقولوا فيها بصفه عامه، يعني هي تعطي لك مجال ان الشاب هو في المستقبل يكون فيه على الاقل يعني تقدر تتحكم في المتغيرات اللي تصير في فتره الشباب، كان هو التجه او الحرف لاي ثقافه اخرى. لما احنا نضمن في فتره الطفوله هذه ان احنا ربنا صارنا افضل تربيه وكنا محيطين بهم وشبعناهم ثقافتنا الليبيه او الثقافه الاسلاميه اللي احنا عايشين بها هذه، نضمن للشباب في المستقبل انه هو مش حيقدر ينحرف، حتى كان حرف ممكن يولي حتى للطريق. لكن بنهمل الام تهمل والمجتمع بيهمل لما هو بيكبر يخش الثقافه دي، ما تجيش تستغرب تقول لها كيف ولدك صار لا وبنتك صارت لا، لانك انت ما قامتش معاه، والرقابه دي بنقول فاحنا تقلل من انحراف وتصلح عده اخطاء ممكن تصير للبنات او الاولاد بصفه عامه. شكرا لك استاذ ساسي، استفدنا منك هالم اليوم. لكن الدقيقه بصراحه شويه ديما في العيله. انت اخذت اكثر من دقيقه على فكره. عارف نشوف فيك حتى كيف الدنيا. شكرا لك استاذ ساسي موسى اختصاصي تعديل سلوك. ايضا اشكر من انضم لنا في هذه الحلقه، في الجزء الاول الساده منى الشيباني، والجزء الثاني الساده مبروك البسيكري. ايضا لكم مشاهدينا الكرام الشكر على متابعه هذه الحلقه التي تحدثنا فيها عن الثقافه الغربيه وانعكاسها ايضا عن الشباب، عن التاثيرات كيف ممكن التعامل مع هذه التأثيرات. نتلاقوا إن شاء الله في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، موضوع جديد، خليكم في نفس الموعد. الآن تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها يفرح الغياب كالطير ونجاري هو نطير آمن.